أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض دور التحفيظ إقامة صندوق تحت مسمى صدقة الاثنين، يتم وضع الصدقة في هذا الصندوق في كل يوم اثنين، وذلك بإلزام الطلبة والمدرسين والمدرسات بذلك مع الإفطار الجماعي في كل يوم اثنين، فهل هذا الفعل صحيح؟ والله نخشى من تسرب البدع والأفكار لأبنائنا في هذه الأمور، يجب التحفظ من مثل هذه الأمور. أولاً، تخصيص الصدقة بيوم الاثنين، من الذي خصصها بذلك؟ ثانياً، وين تذهب هذه الأموال؟ وين تصرف؟ ما ندري. فالواجب أن يتحفظ في هذه الأمور، وهذه حلق للتدريس القرآن فقط، يبحلق لجمع الأموال وكذا، لتدريس القرآن فقط. والمدرسون تدفع لهم الجمعية رواتبهم مكافآتهم، فلا حاجة إلى أن يجمع من الطلاب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.